بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثالثة المحاضرة الأولى تعريف النون الساكنة والتنوين وأحكامهما ونبدأ أولاً بتعريف النون الساكنة ونقول هي النون التي لا حركة لها أو نقول تجوزاً هي النون التي حركتها السكون وذلك على أساس أن السكون غير حركة فلا نطلق عليه أنه متحرك فلذلك احسن شيء ان نقول هي النون التي لا حركه لها هذه النون تقع في وسط الكلمه كما تقع في اخره في اخرها ومعلوم انها لا تقع في اول الكلمه لانه لا يجوز البدء بالساكن اما التنوين فهي نون ساكنه زائده تلحق اخر الاسم تثبت وصلا وتسقط وقفا ونبدأ بشرح التعريف فقولنا هي نون ساكنة هذا يلاحظ عندما ننطقها والأمثل لكم بهذا المثال إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا فانظر عندما قلنا مفازا إذا وهي أصلها مفازا إذا وقفنا فهي حال النطق عند الوصل وجدنا أننا ننطقها نونا ساكنة ولكن مفازا هل هي آخر الكلمة نون؟ الجواب كلا إن آخر الكلمة الزاي فمعنى ذلك أن التنوين تحولت بالنطق إلى نون ساكنة ولكنها ليست من بنية الكلمة بل هي زائدة ثم قلنا تلحق آخر الاسم، ومعلوم لدينا أنها لا تلحق آخر الفعل، كذلك لا تلحق آخر الحرف، وعندما قلنا تثبت وصلاً أي في وصل الكلام مع بعضه البعض، فقد قرأنا: "إن للمتقين مفازاً حدائق"، فانظروا كيف ثبتت في حال الوصل، أما لو وقفنا عليها فإنها تسقط، فنقرأ: إن للمتقين مفازا بالمد بدل التنوين ويسمى هذا المد مد عوض. هذه النون الساكنة والتنوين لها مع حروف الهجاء أربعة أحكام: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. بمعنى أنك وأنت تقرأ القرآن الكريم ينبغي أن تلاحظ النون الساكنة والتنوين، فحيثما وجدتها وقفت عندها ونظرت إلى الحرف الذي بعدها. فإن كان من حروف الإظهار، فإن الحكم إظهار، وإن كان من حروف الإدغام، فإن الحكم إدغام، وإن كان حرف الإقلاب، فإن الحكم إقلاب، وإن كان من حروف الإخفاء، فإن الحكم إخفاء. إذن، هذه هي احكام النون الساكنه والتنوين والحمد لله رب العالمين